بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي طلاب وطالبات برنامج اداره الاعمال. اهلا بيكم في المحاضره الاولى من محاضرات مبادئ الرياضيات 1، وهي المتعلقه بالعمليات الجبريه. العمليات الجبريه زي ما قلنا في المحاضره التمهيديه، اي عمليات جبريه في الدنيا متعلقه بايه؟ جمع، طرح، ضرب، قسمه. أربع حاجات: جمع، طرح، ضرب، إيه كمان؟ قسم. طيب تعالوا نشوف. عندي أول شيء غير الأعداد، أول حاجة هنيجي نشوف أول حاجة غير العمليات الجبرية، قلنا لازم نتعرض للأعداد. إيه هو مفهوم القيمة المطلقة؟ يعني إيه جمع المقادير؟ يعني إيه طرح المقادير؟ يعني إيه؟ هنشوف الكلام ده. إحنا النهاردة إن شاء الله هنتعرض لإيه؟ أول حاجة أنواع الأعداد، تاني حاجة قيمة، كيفية إيجاد القيمة المطلقة، وجمع المقادير الجبرية، وطرح المقادير الجبرية. إن شاء الله في المحاضرات الجاية هنشوف بقى الضرب والإيه والقسمة. طيب إيه هي الأعداد؟ أنا عندي الأعداد بتنقسم إلى نوعين أساسيين: أعداد صحيحة وأعداد غير صحيحة. يعني ايه اعداد صحيحة؟ يعني عدد كامل، زي ما اقول 1 2 4 7، دي بيسموها اعداد ايه؟ صحيحة. انا عندي الاعداد الصحيحة دي بتنقسم اما الى اعداد صحيحة موجبة، اما الى اعداد صحيحة ايه؟ سالبة والصفر. عندي الاعداد الطبيعية اللي هي بتشمل، عندي الأعداد الطبيعية اللي هي عبارة عن الواحد والاثنين والتلاتة والأربعة. عندي الأعداد الصحيحة السالبة اللي هي بتشمل سالب 1، سالب 2، سالب 3، وهكذا، وما بينهما هو الإيه؟ هو الصفر. عشان كده نلاحظ أن الأعداد الصحيحة عبارة عن الأعداد الطبيعية اللي هي الأعداد الصحيحة الموجبة والأعداد الصحيحة السالبة بالإضافة لإيه؟ إلى الصفر. يبقى الأعداد الصحيحة هي أعداد مكونة من كم مجموعة؟ عندي من 3 مجموعات: أعداد طبيعية وصفر والأعداد الصحيحة الإيه؟ السالبة. واضح الكلام؟ طب لو كان العدد عندي عدد غير صحيح هنشوف معنى إيه؟ يعني إيه أعداد طبيعية بقى؟ احنا قلنا الاعداد الطبيعية 1 2 3 4. طب يعني ايه واحد؟ واحد ده عبارة عن وحدة قياس. الواحد ده هو عبارة عن وحدة ايه؟ قياس. 2 يعني تكرار وحدة القياس كم مرة؟ مرتين. عشان كده بنقول ان اي عدد موجب عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدد صحيح من الوحدات اللي عندي هنا. فنجد مثلا عند حضرتك قلم، او لو قلنا حاجتين يبقى دول ايه؟ قلمين او 3. يعني هنا لو انا اعمل كده يبقى ده كم صباع؟ دول 5: 1 2 3 4 5. نجد ان الوحدات عندي كلها وحدات ايه؟ وحدات صحيحة. الوحدات الصحيحة او الاعداد الطبيعية اذا سبقت بإشارة سالب، إذا سبقت بإشارة سالب يبقى معنى كده إن دي بنسميها الأعداد الصحيحة السالبة. طب اللي يفرق السالب عن الموجب؟ دايما إحنا السالب بيعبر، الموجب يعبر دايما عن الإضافة، والسالب يعبر عن الإيه؟ عن السحب. يبقى الموجب دائما يعبر عن الإيه؟ الإضافة، والسالب يعبر عن السحب أو النقصان أو انخفاض في القيمة. فعشان كده دايما بنعبر عنه بإشارة إيه؟ بإشارة سالب. عشان كده نلاقي إن مثلا عمليات السحب من رصيد في البنك تبقى بالموجب ولا بالسالب؟ بالسالب. طب الصرف من المخزون، المخزون بتاعك قل، يبقى هنا سالب ولا موجب؟ يبقى سالب. يبقى في عمليات يبقى على طول لازم تكون إشارتها سالب، اللي بتدل مباشرة على انخفاض القيمة أو انخفاض الرصيد أو انخفاض إيه تاني؟
انخفاض الدخل، انخفاض اي حاجه يبقى على طول دايما اشارته بالايه؟ بالسالب. طبعا احنا نتمنى لكم كله يكون بالموجب دايما، درجاتك بالموجب على طول، اوعى تكون بالسالب. واضح؟ انا عندي في الاعداد بقى غير الصحيحه. يعني احنا قلنا قبل كده اعداد صحيحه يعني دائما وابدا هي يعبر عنها في صوره وحدات كامله. الاعداد غير الصحيحه يعني دايما عمرها ما تبقى عدد كامل، انما دايما يبقى عدد وكسر. طالما في كسور يبقى زي لما اقول 3 على 4 ده، او 75 من 100. ايه ده؟ هو ده عدد صحيح؟ لا، انما ده عبارة عن ايه؟ كسر. طالما كسر يبقى ده كمل الواحد؟ لا، معنى كده ان هنا عندي لا يوجد عدد صحيح من الوحدات، ده بنسميه اعداد نسبية. يبقى اي عدد يمكن ان نضعه على صورة الف على ب يبقى ده على طول عدد ايه؟ نسبي. عدد ايه؟ نسبي. زي ما اقول برضو 8 على 5 اللي هي تديني 1.6، يبقى ده عدد غير، ده عدد ايه؟ نسبي. عشان كده نلاقي ان انا عندي الاعداد الغير صحيحة اما ان هي تكون اعداد نسبية يتم كتابتها على صورة الف على ب او ايه على ب. ايه على ب عندي يبقى 2 على 7، سالب 7، سالب 5 على 3، 3 على 9، سالب 3 على 8. اهم حاجة ان المقام بتاعي ب ده لا يساوي ايه؟ صفر. المقام بتاعي ب ده لا يساوي ايه؟ صفر. ليه؟ لان لو اي على صفر يبقى اي حاجة على صفر تساوي ايه؟ ما لا نهاية. يبقى معنى كده اي كسر عندي، اي عدد نسبي عندي، يبقى معنى كده لازم المقام عندي لا يساوي صفر. امال ايه الغير النسبي ده؟ قال لي الغير النسبي عندي ده زي الجذور، جذر لا يمكن ايجاد قيمته. يعني لما اقول جذر 3، لما اقول الجذر 5 ل 17 يبقى معنى كده الجذر 4 ل 6، كل دي اعداد غير ايه؟ نسبيه. انما لو انا عندي الجذر التربيعي ل 16 اللي هو عباره عن كام؟ عباره عن 4، يبقى الاربعه دي عدد ايه؟ ده الاربعه دي عدد صحيح. يبقى معنى كده اي جذر يمكن ايجاد قيمته في صوره عدد صحيح يبقى دي بنسميها عدد صحيح. اما اذا كان لا يمكن ايجاد قيمته في صوره عدد صحيح يبقى معنى كده ان انا العدد اللي عندي ده عدد ايه؟ عدد غير نسبي. يبقى معنى كده انا عندي الستاشر دي عباره عن عدد صحيح، انما عندي ده نسميه عدد غير نسبي. يبقى معنى كده عندي مش كل، معنى كده عندي مش كل جذر قدامي بقول عليه عدد غير ايه؟ غير نسبي. لا، العدد الغير النسبي بيبقى في صورة جذور لكن لا يمكن ايجاد قيمته. ده كان فيما يتعلق بالاعداد. انا عندي بقى هنا القيمه الايه؟ المطلقه. يعني ايه القيمه المطلقه؟ قال لي القيمه المطلقه لاي عدد هي ايه؟ هي قيمه موجبه. هي قيمه ايه؟ موجبه. يعني اي عدد عندي لو انا عايز اجيب القيمه بتاعته يبقى بكتب العدد بدون الاشاره، بكتب العدد بدون الايه؟ الاشاره. يعني لو العدد بالسالب هنكتبه ايه؟ موجب. طب لو العدد موجب هيتكتب برضه موجب زي ما هو. يعني طب اعرف ازاي ان ده قيمه مطلقه؟ قال لي اي متغير بتاعي يبقى لازم نحطه ما بين ايه؟ ما بين شرطتين. الشرطه دي على طول اول ما بتتحط يبقى اعرف ان الشرطه دي بتعني قيمه مطلقه. الشرطتين دول يبقى دول على طول اول ما الاقيهم يبقى دي بتعني قيمه ايه؟ مطلقه. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا ناخد مثال. المثال عندي قال لي اوجد القيمة المطلقة للمقادير التالية
اول حاجه سالب 5. طالما قيمه مطلقه يبقى لازم نحطه ما بين ايه؟ ما بين خطين، واكتب جواه سالب 5. الراجل قال لي القيمه المطلقه لاي عدد لازم اكتبه هو بس بالايه؟ بالموجب. يبقى القيمه المطلقه لسالب 5 هي 5، القيمه المطلقه ل 11 تبقى 11، القيمه المطلقة لسالب 3 على 4 تبقى موجب 3 على 4، القيمة المطلقة لواحد على 9 أعرف إن هي تطلع برضو واحد على إيه؟ واحد على 9. إيه ده؟ يبقى القيمة المطلقة لأي عدد؟ القيمة المطلقة لأي إيه؟ لأي عدد؟ لازم إيه؟ القيمة المطلقة لأي عدد سواء كان موجب أو سالب لازم تطلع بالإيه؟ بالموجب. واضح؟ أظن حاجة سهلة بسيطة خالص. تعالوا بقى ننطلق إلى العمليات الجبرية بتاعتنا ونشوف إيه هو المقصود بيها من خلال جمع المقادير، طرح المقادير، الضرب، القسمة. طبعا كل ده إحنا حاجات في الأول بنفكر بعض بيها، سواء كان اللي ادبي او ناسي التعليم من فتره او شرعي بقاله كتير ما خدش الرياضيات، او العلمي او الناس اللي بقالها شويه ما درستش، برضو ادينا بنفتكر مع بعض الكلام، فواحده واحده وادينا ماشيين مع بعض ان شاء الله وربنا يوفق الجميع. يبقى انا عندي هنا العمليات الجبريه. العمليات الجبريه عندي بتشمل كام حاجه؟ بتشمل عندي قلنا اربع عمليات، يا إما جمع، يا إما طرح، يا إما ضرب، يا إما إيه؟ يا إما قسمة. يا جمع، يا طرح، يا ضرب، يا إيه؟ يا قسمة. واضح الكلام؟ تعال نشوف الجمع. طبعًا أي حد عادي أو طبيعي نقول له جمع، طالما بجمع حاجات يبقى أعبر عليها بإشارة إيه؟ ها؟ موجب ولا سالب؟ تمام، برافو عليكي، صح، الإشارة موجب. صح. زي ما قال الاستاذ برضو الاشاره لازم تبقى موجب، طالما جمع يبقى الاشاره تبقى ايه؟ موجب. طالما موجب يعني معناها هتضيف الاشياء الى بعضها. طيب عشان نعمل بقى عمليه الاضافه دي او الجمع لابد ان الاشياء التي يتم جمعها لابد ان تكون من نفس النوع. لازم تبقى من نفس الايه؟ النوع. يعني ايه من نفس النوع؟ يعني بمنتهى البساطة خالص، حضرتك أو حضرتك حد راح سوبر ماركت وجينا نحاسب، هل مثلا ينفع أحاسب على تفاح زي البرتقال ولا بوزن التفاح لحاله ولوحده والبرتقال لوحده؟ آه لا، ده بيوزن لي ده لوحده وده لوحده، يبقى بالتالي بيحسب ده سعر ده لوحده وسعر ده الإيه؟ لوحده. يبقى معنى كده عشان أجمع الأشياء الشرط الأساسي فيها لابد أن تكون من نفس الإيه؟ النوع. لازم تبقى من نفس الإيه؟ النوع. فلو أنا هنا باجي أجمع ألاقي عندي 2 زائد 5 يديني كام؟ 7. 7 زائد 4 يديني 11. 2x بلس 3x يبقى معناها 5 إيه؟ 5x. ايه ده؟ هو 2 و3 مش هم 5؟ ايوه. طب ايه يعني 2x و3x؟ اقول لك يا عم انا عندي اهو كوباية 2 كوب و3 كوب، يبقى مجموعهم كلهم كام كوب؟ هيبقوا هم 5 ايه؟ 5 اكواب. يبقى معنى كده انا عندي هنا لو كان عندي كوبين و3 اكواب يبقى مجموعهم هم 5 اكواب. تسميها بقى كوب، تسميها اكس، مش فارقة. يبقى دائما وابدا في الرياضيات احنا بنعتمد على رموز اكس واي زد، اي رمز عندي، الا ان الرمز بيبقى ليه مدلول معناه ايه؟ معناه زي ما انت عايز على حسب التطبيق وحسب الدراسه اللي انت بتدرسها. فغالبا هنلاقي عندي بنعتمد على اكس واي زد كرموز يتم التداول بيها والتعامل بيها. فعندي 2x زائد 3x يبقى 2 زائد 3 5x. عندك ريالين وثلاث ريالات يبقى مجموعهم كام؟ 5 ريال اهو. يبقى ادي 2 ريال، يبقى نعتبر اكس في الحاله دي هي ريال و3 ريال،
يبقى مجموعهم 5 ريال. يبقى المتغير اللي احنا بنكتبه جنب الرقم هو بيدل على نوعه، ويبقى لما اجمعهم لازم يكون من نفس الايه، من نفس الايه، برافو عليك صح، من نفس النوع، لازم يكون من نفس الايه، النوع. واضح؟ تعالوا ناخد مثال. بيقول لي اجمع 2x + 5y. بيقول لي اجمع 2x + 5y. اقول له ايه ده؟ يبقى يديني 2 و5، يبقى مجموعهم كام؟ 7. يبقى 2x + 5y مجموعهم كام؟ 7. اقول لك لا استنى، اقول لحضرتك استنى اصبري، 2 و5 7 ايه؟ ده 2x و5y. هل من نفس النوع او ولا لا؟ ها؟ لا صح، برافو. طالما ان هما مش من نفس النوع يمكن جمعهم؟ لا، يبقى معنى كده لا يمكن جمع 2x + 5 ايه واي، ويظل مجموع، يظل المقدار كما هو. ليه؟ لان الاكس غير الواي. ده غير لما يجي يقول لي اوجد مثال، اوجد ناتج 2a + 8b + 9a + 2b. ممكن اجمع؟ ممكن تجمع، بس قال لي خلي بالك لما تيجي تجمع، تجمع ايه؟ قال لي الايه على الايه، والبي على البي. يعني ايه الكلام ده؟ لازم تجمع الاشياء المشتركه فقط، الاشياء التي من نفس الايه؟ النوع. عشان كده استطيع ان انا اجمع عندي هنا 3a و9a، يبقى اقدر اقول له 3a معاها 9a، يبقى دول يدوني 12a. تاني، يبقى انا هنا هو مديني a وb. عايز اجمعهم، قلت لما اجي اجمعهم بجمع الاي مع الاي والبي مع البي، فلاقي عندي 3a و9a اداني 12a، هنا 8b و2b، ابتدي اجمعهم مع بعض الاقي يديني 8 + 2 = 10، يديني 10b. لكن اهم شيء الاشاره، هو العشرة بي دي اشارتهم ايه؟ موجب ولا سالب؟ طبعا موجب، لان كل الارقام موجب. يبقى معنى كده ان انا عندي 3a + 9b ده عبارة عن 12a + 8b + 2a يديني 10b. يبقى الحل النهائي هو 12a + 10a = 10b. ايه ده؟ يعني دائما وابدا اجمع اطرح، هو لازم اجمع في الجمع والطرح، لازم بجمع واطرح المقادير من نفس الايه؟ النوع. اوعى تنسى، اوعى تنسي. طيب ايه ده؟ قال لي اوجد ناتج حاصل ضرب 5x + 7y + 9xy، عايز نجمعهم مع ايه؟ مع 8x + 2y. ايه الكلام ده؟ اقول لك انا ما عنديش اي مشكلة خالص، طالما هجمعهم في طريقة سهلة خالص. يقول لي ادي 7x + 5y + 9xy، ده المقدار الاول، احط تحتيه المقدار الثاني. طب لما اجي احط المقدار الثاني، قال لي فعلا تخلي بالك تحط الحاجات اللي من نفس النوع تحت بعض، يعني الاكس تحطيها تحت الاكس والواي تحطيها تحت الايه؟ الواي. يبقى معنى كده هنحط هنا 8x + 2y. ايه ده؟ بتساوي ايه دي ولا بتعمل ايه؟ قال لي لا. ايه ده؟ طب اشمعنى اكس واي هنا ما حطيناش تحتها حاجه؟ قال لي هو المقدار الثاني كان فيه اصلا اكس واي؟ اقول له لا. يبقى خلاص اللي عندنا حطيناه، بس برتب الاكس تحت الاكس
الواي تحت الواي، لو كان عندي اكس واي كنت حطيته، انما عنديش، عندي 7 اكس بقى تحتها 8 ايه اكس. هو احنا بنعمل جمع ولا طرح؟ قال لي لا ده احنا بنعمل جمع. يبقى هجمع 7 اكس زائد 8 اكس يديني 15 اكس. نيجي للواي، عندي 5 زائد 2 واي، يبقى من نفس النوع. من نفس النوع، والنوع اسمه ايه؟ اسمه واي. 2 و5 يبقى 7 واي. 9 اكس واي دي هتظل كما ايه؟ هتفضل زي ما هي. ليه هتفضل زي ما هي؟ لان ما عندهاش حاجة تحتها. يبقى معنى كده استطيع ان انا اقول الناتج على طول. يبقى الناتج حاصل الجمع المقادير دي عبارة عن 15 اكس زائد 7 واي زائد 9 اكس اكس واي. وتعالى ناخد مثال كمان. بس قبل ما ناخد المثال بقى عشان نخلص بقى من عملية الطرح، احنا قلنا الطرح ده اشارة ايه؟ بنعبر عنه باشارة ايه؟ ايوه يا استاذ، انت كنت نايم ولا ايه؟ قلنا اشاره سالب. قلنا اشاره ايه؟ سالب. يبقى اي حاجه طرح يبقى اشارتها ايه؟ سالب. السحب يبقى اشارته ايه؟ سالب. يعني بيقول لك اذا كان مع حضرتك 10 ريالات اشتريت حلويات ب6، يبقى معنى كده باقي معاك كام؟ تمام، انت طبعا في الفلوس جني طبعا. يبقى 10 هنشيل منهم 6 يتبقى كام؟ 4. طب احنا حسبنا الأربعة دي ازاي؟ قلت أنا عندي 10 ريالات أشيل منهم 6 يتبقى معايا كام؟ 4. يبقى معنى كده الصرف السحب يبقى على طول نعبر عنه بإشارة إيه؟ سالب. واضح؟ طيب تعالى. طب هو ليه يفرق إيه الطرح عن الجمع؟ ولا حاجة، هي الفرق ما بين الاتنين تحط إشارة سالب وبعد كده تجمع المقادير، انما عشان تجمعهم زي ما اتفقنا لازم يكونوا من نفس الايه؟ النوع. وناخد ايه؟ مثال. الراجل جه قال لي ايه؟ وجد ناتج 2x زائد 7y و2x ناقص 6y و8x ناقص 3y. اقول له ولا يهمني يا عم، طالما دي مقادير اكتر من مقدار احسن لي ان انا احطهم تحت بعض واجمع مرة واحدة. وانا بحطهم اعمل ايه؟ اراعي ايه؟ ان يكون الاكس تحت الاكس، الواي تحت الايه؟ الواي. ونقول اول حاجة نكتبها 2x زائد 7y، ده المقدار الاولاني. طب والتاني؟ ناقص 2x ناقص 6y. التالت يبقى 8x ناقص 3y. يبقى احنا كل اللي عملناه كتبت المقادير تحت بعضها، الاكسات تحت بعضها، الوايات تحت بعضها. ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اجمع. لما اجي اجمع الاكسات عندي 2 وناقص 2، ايه ده؟ ده العدد موجب وهو نفسه سالب. معايا ريالين وصرفتهم، يبقى معنى كده يبقى 0 زائد 8 يتبقى لي 8 اكس. 7 ناقص 6 1 ناقص 3 يتبقى لي سالب 2. واضح؟ يبقى معنى كده إذا كان عندي مقدارين جبريين بجمعهم واختلفت الإشارة، واحد بالموجب والتاني بالسالب، يبقى ناتجهم يساوي إيه؟ 0. كمان نلاحظ إن أنا عندي هنا لما جيت أجمع، لما بطرح دائما أضع إشارة العدد الإيه؟ الأكبر. بضع إشارة العدد الإيه؟ الأكبر. يعني ممكن هنا كان ممكن نيجي نقول ان دي 7y ناقص 6 وناقص 3 يبقى ناقص 9y. طالما اختلفت الاشارة
حاجة بالموجب وحاجة بالسالب يبقى اسمه طرح. طرح يعني الفرق. التسعة واي والسبعة واي فرقهم اتنين واي. طب احط الاشارة ايه؟ قال لي الاشارة تبقى للكبير. طب الكبير اشارته موجب ولا سالب؟ لا سالب. يبقى معنى كده كتبنا هنا سالب اتنين واي، كتبنا سالب اتنين واي ليه؟ لان انا عندي هنا سبعة سالب ستة سالب تلاتة، يعني سبعة ناقص تسعة واي، يبقى الحل هو سالب اتنين واي. يبقى في النهاية استطيع ان انا اقول له يبقى الحل عندي حاصل جمع المقادير دي هو عبارة عن 8 اكس ناقص 2 واي. واضح؟ ممكن ناخد مثال كمان. بيقول لي اجمع 2 اكس زائد 4 واي ناقص 3 زد وناقص 4 اكس ناقص 5 زد زائد 2 واي و6 زد زائد 7 اكس ناقص 8 واي. عايزني اجمع الكلام ده. احنا قلنا عشان نجمعهم احطهم تحت بعض واحط حاجة كل حاجة من نفس النوع. بس نلاحظ هنا ان عندي اكس واي زد، اللي بعديها اكس زد واي، اللي بعديها زد اكس واي. ايه ده؟ ده هما نفس الانواع بس ايه ترتيبهم مختلف. يبقى معنى كده ان انا عشان اجمعهم احطهم تحت بعض بس بنفس الترتيب وبنفس الاشارة. اوعى تفتكر ان انت هتغير مكان الحاجة يبقى هتغير اشارتها. لا، انت بتاخد الحاجة بذات الاشارة. يعني اقدر اقول له اول مقدار عندي ده عبارة عن 2 اكس زائد 4 واي ناقص 3 زد، اللي بعديه هبتدي الاول بناقص 4 اكس وناقص 5 زد، دي نجيبها في الاخر، و2 واي دي هي اللي هنحطها في النص. اخر شيء الستة زد بالموجب تيجي في الاخر، السبعة اكس بالموجب تيجي في الاول، ناقص تمانية واي دي هتيجي في النص تاني. يبقى انا معنى كده رتبت المقادير اكس واي زد، رتبتها اكس وواي وزد. ابتدي بعد كده اجمعها. فعندي هنا تسعة ناقص اربعة اتنين وسبعة تسعة، تسعة اكس ناقص اربعة اكس يديني خمسة اكس، وبعد كده اربعة واي زائد اتنين واي هيديني ستة واي، ستة واي ناقص تمانية يبقى يديني ناقص اتنين واي. تاني عندي اربعة واي واتنين واي ستة واي، ستة ناقص تمانية يبقى يديني سالب اتنين واي. اخر شيء الزد عندي ناقص تلاتة زد وناقص خمسة زد يبقى ناقص تمانية زد زائد ستة يبقى يديني ناقص اتنين زد. اخواني واخواتي دارسي كلية ادارة الاعمال، ادينا اهو زي ما شايفين الحاجة بمنتهى البساطة والسهولة. الحاجة سهلة خالص وبسيطة. المطلوب من سعادتك ان انت تعمل ايه؟ تحل. المطلوب منك ان انت تعمل ايه؟ تحل، وتحل اكتر تجمع درجات اكتر. هو ده الشعار بتاعنا في ماراثون الرياضيات، لازم تعمل ايه؟ كل ما تحل اكتر تجمع درجات اكتر. واضح؟ حل كتير تزيد مهاراتك تزيد قدراتك. وناخد مثال. المثال بيقول لي اوجد ناتج 4 اكس زائد 2 واي. ايه ده اللي عامله ده؟ ده عامل اقواس وحاطط سالب. ايه ده يعني 4 اكس زائد 2 واي دي كانت في قوس ناقص فتح قوس تاني. قال لي اذا وجد سالب امام القوس تعمل ايه؟
يتم تغيير جميع اشارات ما بداخل القوس. تاني، لو انا عندي قوسين، في قوس قبليه اشارة سالب، لو سمحت غير جميع اشارات المقدار التاني اللي قدامه سالب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمنتهى البساطة خالص، القوس الاولاني بكتبه زي ما هو، يبقى 4x زائد 2y. المقدار التاني ده انا عايز اعمل ايه؟ عايز اشيل القوس بتاعه، بس قبليه اشارة ايه؟ قال لي ده قبليه اشارة سالب. قال لي يبقى السالب تخش على القوس التاني، السالب بتيجي على ده وبتيجي على ده، تعمل ايه الاشارة دي؟ قال لي بتغير اشارة المقدار، يبقى ده ناقص 2x ناقص 5y. يبقى تاني، انا القوس التاني كان قدامه اشارة ايه؟ قال لي ده قدامه اشارة سالب، يبقى عشان افكه لازم اغير جميع اشارات ما بداخل المقدار التاني، يبقى ده يبقى بالسالب وده يبقى بالايه؟ بالسالب. خلاص الشال المحظور عليك، ابتدي اجمع. يبقى هلاقي عندي هنا بالنسبة للإكسات عندي 4x وناقص 2x، يبقى على طول الحل عندي يطلع 2x. طب لما اجي للواي، عندي زائد 2y وناقص 5y، يبقى سالب 5 وموجب 2 يديني سالب 3، والمتغير اللي عندي اسمه واي، يبقى اسمه 2x ناقص 3 ايه؟ ناقص 3y. ده أسئلة بسيطة وسهلة خالص يا أستاذ. طيب نحل واحدة زيها تاني. ايه ده؟ أهو لو سمحت حلها أنت لوحدك بقى في دقيقة كده بس بسرعة، نشوف مين الأشطر، الطالبات ولا الطلاب؟ ها؟ يلا. برافو عليك، ها برافو عليك. ايه ده، احنا عندنا شطار خالص اهو. في واحد قال لي على طول اكتب الاولاني زي ما هو، بنكتب القوس الاول زي ما هو، والقوس الثاني قال لي نعمل فيه ايه؟ قال لي بنغير الاشاره. هو القوس اختفى راح فين؟ نكتبه تاني وامرنا لله. 3x تربيع ناقص 3x زائد 2. ده لازم حد زائد مننا من الطالبات ولا حاجه اهو، يبقى ناقص، ندخل عنده هنا، يبقى ناقص x تربيع زائد 3x ناقص 11. يبقى القوس الاولاني كتبناه زي ايه ما هو، القوس الثاني غيرناه. تلاحظ وتلاحظي حضرتك ان x تربيع بالموجب كتبناه بالايه؟ بالسالب. سالب 3x كتبناها موجب 3x، موجب 11 بقت سالب ايه؟ 11. وابتدي اقول له بعد كده يبقى الكلام ده يساوي 3x تربيع ناقص x تربيع، يبقى انا عندي x تربيع بال 3 بالموجب وسالب 1 بالايه؟ بالسالب، يبقى ده على طول يديني 2x تربيع. عندي سالب 3x وموجب 3x، ايه ده؟ هو الاكس تختلف عن الاكس تربيع؟ الاكس حاجة واكس تربيع حاجة ايه؟ حاجة تانية. هل محمد زي محمدين؟ لا، ده هو شخص وده ايه؟ وده شخص تاني. يبقى الاكس حاجة واكس تربيع دي حاجة ايه؟ حاجة تانية. طيب لما اجي عند الاكس الاقي التلاتة بالموجب وهي هي بالايه؟ بالسالب. عندي 3 بالموجب و3 بالسالب يروحوا، يتبقى لي موجب 2 وسالب 11، يبقى معنى كده ده يديني سالب 9، يبقى الحل 2x تربيع ناقص 9. يبقى تاني لما جينا نفك القوس ده، هو اول ما فك القوس التاني طالما قدامه اشارة سالب بغير الاشارات، الموجب يبقى سالب والسالب يبقى موجب والموجب بقى سالب. ابتدي اجمع المقادير المتشابهه، الاشياء المتشابهه. عندي 3x تربيع ناقص x تربيع يديني 2x تربيع. عندي موجب 3x وسالب 3x، يبقى راحوا.
عندي موجب 2 وسالب 11 يبقى لي سالب 9، يبقى الحل النهائي هو 2 اكس تربيع ناقص 9. ايه ده؟ ده قال لي اطرح المقدار كذا من كذا. قال لي بص هي ما اختلفتش حاجة، بس اوعى تغلط، اوعى ايه؟ تغلط، اوعي تغلطي. ليه تغلط ولا تغلطي؟ لاني قال لي قاعدة اساسية دائما وابدا. لما اقول لحضرتك اشتريتي حاجات مثلا من سوبر ماركت ب40 ريال، وانت معاكي في ايديك 50، فبتعطيها للراجل وتقولي له ايه؟ خد 40 من 50. فانت قلت له خد 40 من 50، هو يروح عامل ايه؟ يقول 50 ناقص 40 يساوي 10، يروح مدي حضرتك 10 ريال. صح الكلام؟ يبقى انا اشتريت حاجات ب40، اديت للراجل 50 ريال، راح هو يقول لي ايه؟ بقول له خد 40 من 50، هو يرجع لي يقول لي يبقى 50 ناقص 40 10، فبيديني 10. هو ليه عمل كده؟ لان القاعده بتقول دائما المقدار الذي يكتب بعد من، الحاجه اللي تيجي بعد ايه؟ من، هي التي تاتي اولا، هي التي تاتي ايه؟ اولا. يبقى معنى كده انا هنا كاني بقول له يبقى ده 6 اكس زائد 5 واي ناقص، وعشان ما اتلخبطش افتح قوس واقول له 7 اكس زائد 2 واي. ايه ده؟ دي بقت خلاص مسألة عادية زي اللي فاتت. يبقى ده عبارة عن 6 اكس زائد 5 واي ناقص 7 اكس ناقص 2 واي. يبقى معنى كده الكلام ده يساوي 6 اكس ناقص 7 اكس يتبقى لي سالب اكس، 5 واي ناقص 2 واي يديني زائد 3 ايه؟ 3 واي. يبقى تاني، يبقى معنى كده انا عندي الحل بتاعي عبارة عن ناقص اكس زائد 3 ايه؟ زائد 3. ساعات بيجملوها، يعني ممكن يجي يقول لك هي تبقى 3 واي ناقص ايه؟ ناقص اكس. يعني تجيب ده كده تجيب ده كده، ترتبها يعني ترتيب تاني كله زي ايه؟ زي بعض. وناخد مثال كمان. لو جه قال لي اطرح المقدار، ما احنا عرفنا اللعبة بقى. يبقى انا اجي اقول له اهو اللي بعد من اللي هو 3 اي تربيع زائد اي بي ناقص 5 بي تربيع كما هو، مكان من نكتب سالب وافتح قوس واقول له يبقى 7 اي تربيع ناقص 5 اي بي زائد 8 بي تربيع. ايه ده؟ يعني بكتب اللي بعد من ده الاول ومكان من سالب وانزل ده بس في قوس، وافك ليه؟ افك القوس، يبقى اغير الايه؟ الاشارات. يبقى معنى كده ده عباره عن 3 اي تربيع زائد اي بي ناقص 5 بي تربيع ناقص 7 اي تربيع زائد 5 اي بي ناقص 8 بي تربيع. واقول له كمان هات الحدود المتشابهة نجمعها. يعني ايه؟ يعني عندي 7 ايه تربيع بالسالب واربعة بالايه؟ بالموجب. يبقى ده يديني على طول سالب 4 ايه تربيع. اجي للاي بي، اي بي زائد 5 اي بي يبقى ده يديني زائد 6 اي بي. عندي ناقص 5 ايه تربيع وناقص 8 يبقى ده يديني ناقص 13 بتربيع. اخوانا الدارسين والدارسات، زي ما انتم شايفين الحاجة سهلة خالص، فاضل لنا حاجة صغيرة خالص في المحاضرة بتاعتنا، وهو ايجاد قيمة المقادير. ايجاد قيمة المقادير الجبرية. ازاي تجيب قيمة للمقدار الجبري؟ قال لي بمنتهى البساطة خالص،
احنا كل اللي بنعمله بنعمل ما يسمى بعملية الايه؟ ها، برافو عليك، صح، برافو عليك، ايوه تمام، اسمه التعويض، اسمه الايه؟ التعويض. يبقى احنا كل اللي بنعمله بنعمل عملية ايه؟ تعويض. يعني ايه تعويض؟ يعني اشيل كل رمز واكتب قيمته، اشيل كل رمز واكتب ايه؟ قيمته. فمثلا بيقول لي اذا كان اكس يساوي 2 وواي بتساوي 3 وزد بتساوي 5، اوجد قيمه المقدار 3 اكس ناقص 7 واي زائد 9 زد. اقول له بمنتهى البساطه الكلام ده يساوي 3. لو سمحت لما تيجي تعوض او تعوضي حط القيمه جوه قوس. تاني لما نيجي نعوض نحط القيمه جوه ايه؟ قوس. يبقى 3 اشيل اكس وكتبنا 2 ناقص 7 اهي، اشيل الواي واكتب 3 زائد 9 اشيل الزد واكتب 5، يبقى الكلام ده عباره عن 6. 2 في 3 ب6 ناقص 7 في 3 ب21 زائد 9 في 5 ب45. نبتدي نجمع، يبقى 6 و45 51، يبقى ده يديني 30. واضح؟ حاجة سهلة وبسيطة خالص. وناخد كمان ايه؟ كمان مثال. المثال عندي بيقول لي ايه؟ اوجد قيمة 3 ايه؟ ناقص 4 بي زائد 6 سي. ايه ده؟ هو اختلف ولا اختلف ولا حاجة؟ ادي 3 في 3 ناقص 4 في سالب 2 زائد 6 في سالب 1. ده انا شلت الـ A وكتبت 3، شلت الـ B وكتبت سالب 2، شلت الـ C وكتبت سالب 1، ابتدي اضرب 3 في 3 يديني 9، سالب في سالب يعني موجب، 2 في 4 يعني 8، 6 في سالب 1 بسالب 6. ايه ده؟ يعني الكلام ده يساوي عندي كام؟ يساوي 11. 9 و7 17، 17 ناقص 6 يعني كام؟ يعني 11. آخر مثال ممكن نحله مع بعض النهاردة. وأفكرك لازم تعمل إيه؟ ها؟ ها؟ تذاكر، أوعى تنسى دي. هنا بيقول لي أوجد قيمة 3 زد إكس زائد 5 إكس واي ناقص 2 زد واي، وكان مديني قيم الاكس بسالب 1، الواي ب2، الزد بسالب 3. طب انا عندي 3 اكس واي، يبقى 3 في سالب 1 في الزد بسالب 3 زائد 5 في سالب 1 في 2 ناقص 2 الزد بسالب 3 والواي ب2. يبقى بمنتهى البساطة احنا عوضنا، شلت كل حاجة وكتبتها في ايه؟ دي سالب 1 دي، وحطيتها في فين؟ فين؟ في قوس. قلنا بنكتبها في قوس عشان ما نتلخبطش. يبقى انا عندي سالب في سالب بموجب، 3 في 3 يبقى ده يديني 9، ده 2 في سالب ده يديني سالب 10، هنا ده يديني موجب 12، يبقى الحل يطلع 11. يبقى الحل يطلع 11. أعزائي الدارسين والدارسات، أهلا بيكم في رياضيات 1. القاعدة ما تنساهاش تاني، حل أكتر تجمع درجات أكتر، تحل كتير تزداد قدراتك، تزداد مهاراتك، تجري على طول وتحل بسرعة. واضح؟ طيب، مفيش أدبي مفيش شرعي. تحل الأمثلة المحلولة كويس قوي وترجع تحل إيه؟ تمارين الواجب. أهو عندي أكتر من تمرين. التمرين الأول قال لي أوجد ناتج العمليات التالية، مديني شوية حاجات أجمعهم شوية. قلنا القاعدة الأساسية عشان نجمع أي حاجة لازم تكون من نفس النوع. يقول لي أوجد حاصل جمع المقادير التالية، برضه بجمع الحاجة على اللي زيها.
يقول لي اطرح، يقول لي اوجد قيمة، انا ما عنديش اي مشكلة، المهم ربنا يوفقك ويوفقك وربنا يكرمكم وكونوا من الناجحين الفالحين ان شاء الله، ومع التوفيق واشوفكم في المحاضرة الجاية، بس تكونوا عاملين ايه، حلين الواجب وحلين التمارين، واوعدكم المرة الجاية هراجع معاكم كل تمرين، مش هنسيب تمرين مش محلول، وربنا يوفقكم ان شاء الله، والى ان نلقاكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.